السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير. اليوم عاد الجو شتوي شتوي ومع هالألوان، يا سلام يا سلام يا سلام. كيف حالكم وكيف انتم؟ سامحوني البحر عاد ما ظهرت، كانت الأجواء شوية، كل شيء زين الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل. كان عزل الخوري ويعني جماعتنا وصدقاننا وربعنا ويراننا وربينا وياهم في دار واحدة وفي فريج واحد، فمن المفروض يعني الواحد بعد يحاضر العرب في أفراحهم وأحزانهم في كل مناسبة يعني، وهم ما نلقط البد منهم، أهلنا ربينا واستوينا وكلنا وشربنا وسرنا ويينا منذ الطفولة نحن وهاليتنا كلهم، اللهم لك الحمد. صباح الخير يا عم رقب، يا رقب باشا، ها وين؟ ها ريدي جاهز؟ يبو وحده من الهم بالكبار اول بعد هني حق نصور. خيب خيب مسوي طوي انت، واي ليش هكذا وايد صاير تحت؟ تحت؟ بس انا قستها حلمت عشان. وين قستها؟ انزين. وحين يوم بتدفنها وين هذا؟ هذا وش الارض؟ هذا وش هاي كلها بتندفن يعني؟ شو بيظهر حين منها؟ يا الله يقصف اجلك. يا ريال يا ريال شل شل شل. هذا وانا مفهمنك شو الطريقة. الله ينك انت يا عثرة تمها اللي بتصير تدير عندها. مهما يكون المزارع ولا العامل يقول لك يعرف ما عليك منه. اي انسان لازم يوقف على حلاله. شوف الحين انا مفهم انه قال عنق الهمبة مثلا قبل ما لازم هذا مساوي الارض من فوق، ما بتصير وتدفنه يصير لين فوق هذا يتغطى يدعي للشيره. انت غطى يدعي للشيره صابت تعفن وبكتيريا، إذا يصيب تعفن وبكتيريا بس اغسل يك من الأشيرة بتم قوية يومين ثلاثة أربعة خمسة وبعدين أبوي عقها بحر، شو الفائدة من وراها؟ ما شي فائدة. ها وأنا مفهمنه وراطن عليه راطن اليهد لكن ما شي فائدة. زيد 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 دفن دفن بعك دفن دفن. شابين عاد السماد من البارحة، اخلص عاد مي حد بسرعة يا ابوي. كد عاقين السماد هاي نحن عليه من البارحة وكد بارد ومغسل زي ما زين مخرس. مرة عب ما بوقت الحين. كد مشوش يعني السماد بماء كد خاست عنه الحموة. يلا يلا. بس الحين حتى لنا الحين هو عالي بس يلا توكل على الله. لا زين زين يلا. هذا الله يحفظكم فوسفات ثلاثي محبب ينفع حق شو؟ وايد ضروري يوم بتفسل صرمه ولا انخله ولا اي شيء، ضروري انك انت تحط وقت الفسل صرمه همبا لومي اي كائن كان. يلا بسرعه خلص عاد خلص يلا يلا ادفن. وانت تدفن لازم تحط فوسفات، وانت تدفن لازم تحط فوسفات، والدفن ما يكون اعلى عن مستوى اليد حالي تشوفونه، وايد ضروري. خلص عاد خلص يا المنهج انت ادفن. نحط قفتين لو ثلاث قفات ما يضره، هاي الشيره تضرب بالعرج يخلي الفوسفات المحبب هذا الثلاثي يخلي ضربة الشيرة تضرب بالعرج بأسرع وقت يساعدها. ها هني بيات جاياتني من عند الجماعة قلت بزرعها، لأن الحين تلايا موسم للزرع يعني، هذا تلايا موسم للزرع الحين آخر موسم أمنه وبعدين خلاص ما ترم تزرع، وإن رم تزرع بيكون مخاطرة يعني نسبة النجاح وايد ضئيلة بتكون. فلذلك الإنسان يوم عنده أي معلومة ما يستخبي ما يبخربها على حد. فالفوسفات المحبب الثلاثي هذا وايد زين
السيارة تضرب عرج ويعطيها تغذية ويساعدها على سرعة أنها تضرب في الأرض. فالسيارة إذا ما ضربت وما ضربت بعرج بس اغسليك منها بحر، اغسليك منها بحر، لأن وقت الفترة أنها تضرب بعرج يبقى شيء يساعدها. ما بارك تجيبها من دارها بقعة جبلية أو طينية وتجيبها فقير وتحطها في تزرعها في صبخة فقير، بعد لا ما الله من يلومها، يوم ما فيها قوة ولا شياته كم بتجاوي فقيرة، كم بتجاوي عظم هلا شيرها عروق. فلذلك يعني ينبغى هل اللي يشوفون إنتاج الناس اللي تنتج من الأفكار الجديدة وهذا، فها بس مجرد إنه يعني كمساعدة يساعدون الناس على أساس إنه شيء سامانهم ينجح في الأكل ولا في الشرب ولا في الزراعة. وهذا يعني من الأشياء المكتشفة حديثا يعني في البلدان الزراعية أكثر شيء، يعني مثل مصر وسوريا والأردن وأوروبا، فهذا استعمالهم للأشجار بهالطريقة. نحن الأول ما نعرف، حلم العرب ما يعرف، اللي ما يعرف يتعلم، لا بعيب ولا بمنقود، لا بعيب ولا بمنقود، يعني اللي ما يعرف يتعلم مش غلط. هاش عندك يلا اقطع حضرتك، يلا خلص عادة خلص حضرتك خلص. ينحط السوبر في السوات ويا السماد ويتجلب زين ما زين على ما تشوفون. يلا عادة يلا يلا عاد بسرعة ما شيء وقت. يلا أيوة يلا تفن تفن، لا تتريق ساعتين وانت رش عاد سوبر فتفات منك. أيوة هذا سوبر فسفات المحبب رقم واحد. برويكم اول بصوركم صورته ونسيت، احنا بصوركم صوره القرطاسه مالتها. شغلك وايد بطيء، شغلك وايد بطيء، اخلص يلا. مالك ملخوم في ايه؟ من الخنبلد؟ أنا رحب بلد لخمة يعني، أو أني يعني تخادي ببلاد كاملة تخادي بها، أنا ما بتخادي بي رب الله تبين بعد عمر أقب يا عثركم أبوي لبيت دير عندكم عمر أقب. كل الناس أبوي طرش صور وتقول لما يشوفون المنقى بتاعهم زهر يقول الحمد لله الله بعد رجب عن بيتنا. سمعتك بقت بطالة في كل الدنيا. ما شاء الله هي السنة أصلا تبارك الرحمة كلها سنة خير، كلها الدولة الإزهار عندهم كمية وايد كبير من لومي ومن نخل ومن هنبة، كل الزراعة كلها الدولة العام. العام مثلا العام نسبة الإزهار وايد قليلة، نسبة إنتاج الهنبة العام في الدولة ما وصل حتى 2% بالنسبة عن كل سنة. اخلص شو تباني بحين هزرياس يطالعني. فنسبة الازهار العام في الهبة ثمرته سنة جيدة، وسنة جيدة جدا، وسنة زيرو جدا. فلذلك تلقط سنة ما شاء الله في كل الدنيا، خاصة البواطن والحيور العام مرة ما صفوا، الباطنة العام ما فودوا إذن من همباهم مساكين، ولا العين، لا العين ولا البواطن ولا الحيور، ماشي إنتاجهم كان وايد بسيط الهمبة مساكين. الزراعة شيء من الهنابي تريح من حول لنحول، شيء من الهمبة يريح سنة، يريح وسنة يغلي إنتاجه بسيط وسنة إنتاجه غزير. وعلى حسب الحين لو ان كل الزهر هاللي تشوفونه بيع عقد ويباله ابويه تريلات ابويه تعبي، لكن ابويه الزهر هذا ما ينتج كامل، اللي يعقد منه نسبه بسيطه اللي هو نصيبك انت يا الانسان.
فانت ما تروم تتغلب على نصيبك اللي الله كاتب لك اياه الا بالتفكير بالشيء المعقول. مثل اذا اردت ان تطاع اطلب المستطاع. فمثلا انت تبذل اليهد بالري الحين وقت الري هذا وقت الري، ما تري مياهه 24 ساعه. ان ريت ابوي 24 ساعه ما شي فايده. ها نحن ها شوف الارث قايل ها تحت القاطور ها حاف الدنيا حاف ما بياي خرسانه الدنيا تيق مياها ما شي فايده تيق مياها. الله يسلمك الانخاله تكون رويانه الشياره تكون حتى الانخاله حتى النخيل النخل ما يبال زياده ملحينه في الاسبوع مره ولا مرتين ما يزيد عن مره ولا مرتين. ما عليك من هاللي يقولوا لكم الفلسفه اللي ما توجه مره ولا مرتين يعني يوم تسجي ويومين ما تسجي يوم تسجي يومين ما تسجي لين تصير عقد من تعقد ويغدي يسمونه خلال الهنبة على هالكبير هاي الساعة ترد تسجي شيء بسيط يعني ثلاث مرات مرتين ثلاث ما يزيد عن هذا كله. ان هذا كله بأنت ياس الحين تزرع وتتريى من حول لين حول ويصير هذا كله عقب دم فاسد ما شيء فايدة. وهذا اللي يقولك والله ضربوا مسامير ضربكم عاسوك ما حد ابو يضرب مسامير ولا شيء. الاول يضربون مسامير شوفوا الانتاج كان هنخله ولا هنباه ولا حرمه ولا بني البنيه ما تحمل قبل ما تصير البنيه متى تحمل لو بتيلس قرب الريل دبت حياته ما شيء حمال لين تبلغ من تبلغ البنيه حملت. الهنباء كذا الامثال، اللومية كذا الامثال، ننخلة كذا الامثال، ليش يعني؟ تراها بعد روح هذه، روح لكن من فئة ثانية، روح كيف تستوي يعني؟ ما تستوي، ما تبلغ الهنباء الا بنت 13 10 13 12 اذا بزروعة صلامة، هذا اللي تشوفونه الحين مركز عندني انا وعند غيري، هذا كله مطعم، اللم عمرها 20 حطوا ابوي هنباء مال الدار تجاوي على الرطوبة وتجاوي على الحرارة من تغدي بوي عمرها 6 شهور 8 شهور دار عليها الحول قصوا بوي فرع من اللي جايبينه من الخارج وركبوا عليه وبس. ها مثلا ها هالي تشوفونه ها وين التطعيم ها الحز هذا بوي فوق كامل جديد وهالي تحت مال الهنبانة نحن العربي العادي هذا مكان التطعيم وصار فوق شيء من بعد يظهر من تحت فلي يظهر من تحت قال والله غشوا ابوي ما غشوك المفروض انت لتحت التطعيم تقصه وتخلي هذا المطعم رب العالمين يطرح لك البركه. يا ويلك يستوي اي غلط يا ويلك ويا ظلام ليلك يارك الله يا ميحد يارك الله. وين هذا سكينه يا سر انت اشتغل هناك في النخل وخلهم هني ها هذا ها ما شاء الله عليه صدر يدفع بن محمد مستوي عليه لا شيء شغل ولا ظلمه. ها راشد وينه شوف قول سلام عليكم لا قول حقنا فرات سلام عليكم السلام عليكم من اول يا حق رقب خوز لا تدوس انت هناك انت بكبرك اظهر ادفن هيه يا الله يا الله ليت ما يابت يوم يابت يا صبر نجد على وطيل بل يا صبر نجد على وطيل بل لا حول لا قوة إلا بالله صبرا آل ياسر إن موعدكم الجنة لا حول لا قوة إلا بالله صبر أيوب على بلواه يا صبر أيوب من أول يا عم رقب يا أمر أنت بس خلاص لا تدفن نحن ما قلنا ما يصير فوق عن اليد الحين وصلت فوق عن اليد توني كره الله تهلوه هي سي هي الله يكره توني بعيد عاد العب لك ما تيجي قربي تعال توني يا الله السم اللي فيه مترضف توني يا الله توني تعال ياي
غير بالله. يتخبروني عن مكران. مكران ابويه صار بلاده كنسلت له لانه ما يشتغل. يازم ابويه يلوي تحت الصرم وتحت الهنبه وتحت اللومي من غير شغل، بس اللي يلوي. جيت لزراعتي من جبته من كملت الحين سنتين وهي ثالثه على قل حاصل، فافتكيت منه وما رمت ادها بحد يكون يدعي علي بيقولوا خسلات منه. هي بيقول خسلت من ذهبك وعلمك، وانا ما بحد يدعي علي. شرت لبني يوم اتعرس بتصير بيت اهلها، ولانها حرمتني مره ما اكسر ثجيله ما بخفيفه خفيفه الدوره اتيك تحرامه كنوزه حصى ورصاص دورته ثجيله شيء من الحريم. يقولون خفيفه الدوره، خفيفه الدوره هاي تنقز. هي والله وان شاء الله تقضي اربع خمس مهرات في خمس دقائق، وحد من الحريم من تحطها حطها وحط اليزلة ما تحترج ولا تحرج ساكن ما تكش الدباب عن ويها حد منهن. فلذلك ما ورا فايدة. نشيت ونفت قلت ما في باكر حد علي يقول جايب لنا واحد يتهانى به. حتى هذا المصري هذا زين طيب فقير يا غير هالنمونة مبين باياه أبدا حال وحال الصيخ واحد. واحد يوم يقول النودان هذا هو النودان يا غير انسان راقد لكنه يرمس بارد البرود اللي في الدنيا كلها فيك انت يا رجب. يلا بنرمس بعد شوي. قديم العرب يتخبروني عن الدواء هذا وليش اخذت هالكميه وشو السبب، وكل دقيقه حد يتصل بي، ابي يتصل بي طرش لي مسج يعني كيف يا خالد نحن وين بنحصل هذا او طرش لنا صورته. يتحصل ابوي بس في امريكا، واللي في امريكا ابوي كثر التراب ما شيء. عائله مالها اربعه ولا خمسه من افراد اسرته في امريكا، يا علاج يا شغل يا دراسه يا سياحه يا كشت ولا اللي هو. المهم هذا ابوي الدواء بارك الله فيكم، هذا داي وهذا نايت. هذا ابوي فيه بفتحه عاد اصبروا عاد ما حد قالكم عاد هذا انا اروح بعد هذا شو مال النهار البرتقالي والخضر القامج هذا الازرق هذا حق الليل. في النهار هذا حين تسرط حبه الصبح، عقب ست ساعات تسرط حبه، عقب ست ساعات تسرط حبه. المغرب تسرط حبه اول الليل واخر الليل تسرط حبه. فتكمل اظني مشطين لو ثلاثه من هاي. المهم لازم ابوي يستعمله لين يشوف عمر بخير. انت اصلا ما تستعمل اول حبتين يعني تكمل اول ثلاث حبات في النهار، عقب ترد على الحبتين في الليل، تصبح الصبح كأنك شارب. وهالدواء ابوي من سنين العالم تيبه من امريكا، من سنين الله لكان ابوي ما حد ابوي هون عليه يخبر العرب بالشيء اللي فيه الفائده. كل عنده وكل يدري وكل يعرف يا غير ابوي نفسي ولا املك سواها. هذا ابوي للي عنده هشام. شيء من السائل بعد سائل يا غير اروم اقول لك ود لكن ما اريد بيقولون هذا شويه فلسفه روحي تو نتعلم منها. المهم الله يسلمكم. انا اخذت الحبوب امسات بعد يوم يعني وصلاح بعد يوم هناك في امريكا بعد يا اي احتقان ولا خشكلتك حمه سعله نحبه يهده يعني حق كلك 600 عوق جميع الاشياء مكتوبه وراه جميع الاشياء. لكن هو اهم شيء فلو كولد فلو اسمه كولد فلو يعني مع اعراض البرد اللي هي السكمه والحمه والقبضه في المصرط والقرقطه هذا كله. هذا ابوي له رقم واحد هدوه ما شيء شراته
ما عليك تصير الصيدلي بيعطيك مليون قرطاس وقرطاسة، هذا أرخص شيء وأخير شيء ولكل الزمن. تدعوا لي وهب حد منكم نفسه الدني ولا يشاور عمره ولا يقص عليه عقله ويقول بطرش حبسج حق خالد الله الله في يجيب لي ولا عطني. أنا بقول لي جايب النقياس حقي حق بيتي جايب بهانس قال من ذل بغيت أجيب لكم كلكم لكن ما شاء الله عليكم ملايين ما تتوبلوني على الله يحفظكم. لذلك أبوي اللي عنده صاحب صديق يوصي ويجيب له وهذا أبوي ورخيص بهانس ما يرزح حتى الرمسة حبيل سيعايرك يقول لك باكر الحكي $10 $5 ما يدرى بهنكر. أقول لكم رجالكم توا واصل الساعة كم توا واصل يا سلام شارلستن هذا اليوم بعد شو المدين كلوش كلوش اليوم ما تشخره اليوم ليش متأخر اليوم ما يدرى ايش مخرجنا هذا هنا اليوم ما عنده شيء بقرطاس الحين وين انت اليوم شخرك هكذا تاخر طع الساعه كم هذا بفتح سيارتي شو تبى شخرك اليوم ليش تاخرت اليوم اي ديتشو ليش تاخرت اليوم هي ايه بسير الصالون اليوم ايه نسيت انت انا ما نسيت عسبتي لابس قلابيه بس وهناك بتصير الصالون بيدهشونك بتخلص إيه؟ وبتلبس كندوره ايه زين بتشوف ريوق اليوم اشو ذباب ذباب ذهب ذباب حبيبي ذباب اشو ذات وان ذا اذر وان ذا اذر وان يلا عاد كويكلي اوبن يا سلام على الفندال البربل هذا ذباب هذا تريكت انا من اليوم فول 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 اليوم فول الله المستعان عاده اليوم صبحك الله بالخير ومحمد احنا طالبك نصيحتك هي فرع المارينا في برجيل صراحه خدمات ولا خلصنا الفحص وريقونا الجماعه ما قصروا وايدكم محمد هسه خالد خالدي ما شاء الله خير ليل ما تشغلي على سناباتك بارك الله فيك بس تراكيش صراحة يا الله ماشينا شيخ لعبة ما شاء الله يعطيك العافية يا الله راكي عبرة العادل ألف لا باس عليك ألف لا باس عليك طال عمرك إذا بتنزل مقطع هذا ما عندك مشكلة أبو محمد طال عمرك مركز سم ما السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كم هو السلام 40 وديه اقول لكم ابوي ترى الدواب وزاهبه لا تقولوا ما حد قال لكم انا امس ما صورت يوم وقت خدمه الدواب لاني ما كنت موجود واللي خدموها البيت يعني الاهل يعني وخدمه وخلصوا وانا ما كنت موجود وصوروا ونزلت الصور لك بوقت الصب ما نزلته فلذلك بس بغيت احيطكم علم ان الدواب ابوي موجود ام كيلو وام ام ربع كيلو وام نص كيلو هاي الدبه ام نص من وغرش ترى الغرش المعروفه اللي هي كيلو يا رك الله يا حفيظ شكرا والابزار كذا الامثال بعد نفس الشيء الابزار متواجد زاهب ومقرطس وانت يا الدواب بعد زاهبه ومصبوبه وهي بارد وكل شيء جاهز مره للتسويق بارك الله فيكم للي يبى واللي حاتي ابوي المتن وحاتي الصاهر يعلى الله يحفظه ايش رايك برد على موضوعنا الله يحفظكم بالنسبه قلت لكم هن اعمار سن معين للشيره الهمبه مثلا الهمبه بين سبع سنين وانت ظاهر تثمر الا اذا كانت مطعمه مثل هاي اللي تشوفون الحين على الطويله طول الرجال بودي ووديتين وكل يثمر هذا شمنه لانه مطعم حينه
العالم الحين صايح، ناقع صايح في البلاد، ناقع صايح. الحقوا دق ويش يركب بمسامير وبيثمر، دق وش يركب بمسامير وبيثمر. هو المعلومة مش خاطئة، مش غلط، مش غلط ترى، لكن ما في إثبات علمي في الموضوع هذا، لكن هذا شيء متعارف عليه وأكيد أنه صح 100% أنه صح، لكن ما في دليل علمي. لكن من الله سبحانه وتعالى كل كائس يرى ترى مثل بني آدم فيها روح وعندها حب الديمومة، حب أنها تستمر في الحياة وتتم نشيطة وتتم بخير وسهل. فالشيرة الله يسلمكم مثلا ما تبى تموت، ما تبى تموت أبدا، وعاي بنها قادي بني ما زينها لين تصير وتكبر، تكبر غدت حرمة كما كبرها حينه كان هلوز بهمبا لومية اللي هو. فشو اللي يستوي الله يحفظكم؟ أي لسبوي الهمبا مستمر بحياته، يوم جريب بتكمل 10 12 بلغت، هي بنت 7 8 سنين بلغت، يا غير عايبن هالوضع اللي هي فيه. فتام ساير في صبع وفي قو شرات العنز الله يسلمكم، يوم تكمل صخلة تكمل 2 3 ما ياها الفحل أشحمت وغدت صخلة ماشي شراتها تفز شرات الضبي. ما تلقح، شو السبب؟ مشحم، لازم تتيوع تتيوع ويخف عنها الشحم وبتلقح، بتلقح 100% إلا إذا الشحم عليها وعلى أمعاها الداخلية وعلى مسالكها وين الحمال ما حمال، فلذلك ما بتحمل، ما بتحمل لأنها مشحم. فلذلك شيء نفس الشير، الشير الله يحفظكم إذا أنك راونا بماء بالري غاوي والسماد والتربة وغادي الشيرة بخير وسهل، قالت لا أبوي، لا في أبوي على الحمال ولا في على الربا، خلوني بخير وسهالة ولا في أشل شي وربي، وتعالوا أنت يا البنات مين أكلوا رباي وانتاجي. لا، فأنت شو تسوي يا منو عادة؟ ما باللي عندك شير بطعم، لا، اللي عندك شير صلام زار عندنا صلام أو بذر وكبر زاد فوق 10 سنين و8 سنين وبلغ وما ثمر، هذا من استوت الدنيا يندق بمسمار أو ينربع عليه بجدوم أو يدقون بخصين أو يرحونه أو يرفونها، يرفون الشيرة اليدع روحه أو يبحثون من تحت اليدع هذا يظهرون العروق، فتحس بالرغبة في الحياة. فما شي شرات الشيرة تراها، تحس شرات البنادم لك بطريقة ثانية، ف تتروع على عمرها، الحق ما تلحق، بينقص في أجلي، ما شيء إلا أسوي الديمومة. تبى الديم، تبى تغدي دائمة، ما تبى الموت، حد يبى الموت، حتى الشير شو تحرونه أنتو. فتربع تثمر، تغلب ورد وتغلب زهر. فلذلك وقت الموسم تراها بالله من أتاخذوا غلوه، لا، لازم وقت الموسم، وقت الموسم مثلا قبل إزهار، يعني متى يطلع متى يزهر الهنبة؟ الشهر هذا، الشهر اللي خطف قبله بثلاث شهور بشهرين يدقون مسمار ولا شبه مسمار داخل اليدع في في يدع الهنبة ولا اللوز. ما تشوف انت في السنين الأولية في النخيل، نخيل وين الطويان وين المزارع وين شون لوزة ولا هنبة مدقوق عليها مسمار؟ شو السبب مدقوق عليها مسمار؟ وتلقطون ثمرات تماشي كثر هايك اللي قرب الشريعة وقرب الفلي. السر ما في الفلي، السر في ضربة المسمار اللي في يدع اللوز واللي يدع الهنبا، يكون ثمرها وايد غزير وانتاجها وايد. شو السبب؟ الأوليين بالصدفة ترى سووها، يدقون مسمار قرب الشريعة ولا قرب الفلي ولا قرب الطوي ولا في أماكن تواجد المياه، لجل يحطون يغدنون بثيابهم فقارة الأول، اللي بيغدن بوزارة ولا سفرته ولا فانيلته وبيتغدى بيتغطط في الشريع بيرد بيلبس، وين مغدن كندورته ولا وزارة ولا فانيلته؟ على المسمار اللي مدقوق في وين المسمار؟ في يدع الهنبا ولا يدع اللوزة. فلذلك تلقط الهنبا اللي جريبة من الشريع وجريبة من الطوي وجريبة في نص النخيل، ثمرها وايد غزير. والسبب شو؟ المسمار، المسمار مدقوق في اليدع مالك انت يا اللوز ولا مالك انت يا الهنبا، ما بلجل ابوي الثمر وانه يعقد اكثر، مدقوق لجل اللي يسبحون في الشريعه يعلجون ثيابهم فقاره على هاك المسمار.
فماشي وتعارف عليه العرب كلها عرفت هالامور كلها من المسمار. فلذلك الاول يقول لك الشيره لوزه ولا الهمبا ولا اللوميه يوم ما تفرخ تطلع فراخ ولا يباب نشوا ابوي يروعوها. كيف يروعونها؟ يوجدون تحتها ضوء ولا يروحون يدعها ولا يبحثون تحت اليدع اظهروا شويه من العروق فتتروع لانها عندها فقيره حب الديمومه تبى الحياه. عد ابوي محب في الدنيا العودة يتمنى الموت. موت ابوي ما تمنى حق عدوك، وين بتتمنى حق عمرك؟ والشيره تراها رويحه فقيره روح وتحب وتبغي ويعيبها انخله لا تصير بعيد، انخله يوم تقتضن على ينب. تعرفون شو سووا؟ قالوا وروا تحتها عطبه. نشوا والله يحفظكم حفره وتحتها بالطرف هذا. يوم انخله هني ما له النمونه حفره مني وروا شويه الضوء استوت دخنه. يوم الأولي اليوم الثاني نشت روحها تنهض عمرها ها حيت فؤاد واعتدلت وسارت فوق استقامت استوت قائمة فوق. شو السبب؟ العطبة. هاي من استوت الدنيا هاي أمور ما في عليها دلائل علمية لكن هذه أشياء متعارف عليها من خلجة العرب. واستوت الدنيا الناس هاي أشياء متعارف عليها. ما عليك من اللي يقول لك والله ما عليه إثبات علمي. إثبات علمي سر دور لك عاد انت الاثبات العلمي، لكن هذا هو الشيء من استوت المسمار. نعم موجود ما بنا شيء حديث الخبر هذا جديد. من استوت الدنيا يدقون المسمار في اليد متى؟ يوم الهمباه بالغه كملت وقتها. هب البارح امس مزروعه واليوم الدقدق يدعها في مسامير تموت. ونش عادة والهمباء بطيئة النمو لين تصير وتزرع لك همباء غيرها وتنش والثور خلاص وقف العمر. وانت ثارك انت عمل شداد بن عاد كم بتعيش؟ عظم الأبوية كم من سنة؟ والهمباء أبوي لازم تحافظ عليها مثل ما تحافظ على عيالك. أي زراعة تكون أي زراعة تكون ولازم تباريها بالأسمدة والمركبات والدويات لأنه لازم بهالطريقة. له شيرك بيغدي يوم وقت الاثمار ووقت الثمر ما تعطيها ادويه ولا تعطيها مغذيات اشياء مركبات علشان انت بتستعمله. ركبوا اي شيء ترى ما يعمر وايد مت شهر 10 ايام 20 يوم الوقت انت وقت قطف الثمار تركت ما بتعطي لا كيماوي ولا بتعطي مركبات ولا بتعطي تغذيه ولا بتعطي شياته. بتخلي زرع الله وعلى الله ما يستوي ما بيظهر له بتنطر في خمره راسك. خلاص لازم يباله عنايه. كان نخل ولا حمضيات ولا ورود لازم يباله عنايه. شوف الوقت اللي خطف نحن شوف هاي الحين وتر ابل وتر ابل شوف ورقته ها كبر ورقه الهمباه. شو السبب؟ لازم تغذيه لازم مركبات. بدون مركبات مستحيل. ها شو ورقة الوتر أبل لازم. ها هذه هاي هاي تشوف كبد السماء هاي لتشي منو عند لتشي غادي ها ساكف كبد السماء. شو السبب؟ لازم أبوي تغذية بطريقة مدروسة ما بخذوا وغلوه لا بطريقة مدروسة بطريقة فن. إن شاء الله إذا الله جعلنا من الحين شو الهمبة هذه بس بعد شهرين ثلاثة شهور برويكم الناتج. شوف الحين ما شيء متى حتى الماء اللهم لك الحمد ما علينا قصير المياه مكودة في الدولة لكن بالقياس بدون قياس. والله لو عندك نهر ياري يدفق قدام بيتك وانت ما تستغله بالاستغلال الصح رب العالمين بيشل عنك لأنك انت ما تستغله الاستغلال الصحيح تستغله استغلال خاطئ. ترى الماء يعني الله يحفظكم قله زباد وكثرته سماد اي شيء يزيد عن حد ينقلب ضده. لازم انك تعال تعال مين حد تعال ياي. اي شيء يزيد عن حد ينقلب ضده. اي شيء تعطيه بفراطه بدون قياس وخاصه عاد الوقت الحالي حاليا الزراعه كلها الزراعه كان نخل ولا هنبه والحمضيات اسب تعقد الزهره وتغدي فيها ثمره. لازم انك انت تخف الماء لازم في الأسبوع ما يزيد عن وديتين السقاي. تسجي وقت الري ما يزيد عن وديتين عشان الثمار تعقد وتسوي تحصل فايدة. حب تسقي وتعب عمرك تسمن ولا لو يو ما أخر شيء ما بدني شيء وقت الغراف ما بدني شيء لا لازم أبوي كل شيء بقياس. تعال ميحد ها شوف هذا لازم
اي زراعه تشوف ميحد، ها اي زراعه تحت فيها النمونه لازم تشله، شله هذا. ايوه اي شيء هذا يضعف هالشيره لازم يطلع كله من فوق. ها شوف كله من فوق يظهر، هذا زين. اي شيء تحت ايوه اي شيء من تحت زين. بارك الله فيك، هذاك ابوي علمنا نحن وما شيء فايده. شكرا يا ميحد، شكرا. ها طرزان، ها وين، ها رباب، حي الله طرزان، مرحبا بك يا طرزان. علومك رقم واحد اللي خبرتكم عنه، سماد سوبر فوسفات ثلاثي محبب، منشأ مصر، انتاج ابو زعبل وخيره، ابو زعبل ابو زعبل الحين سجن. هذا ابوي وايد ضروري وقت السماد، وقت الفسل، فسل كان هنخله ولا لوميه بت 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 بتغرس لك لوميه ولا اللي هو اي شيء من الزراعه، اول زراعته لازم يحط منه هذا. وايد زين، وايد زين، يعطي يعني اذا في امل، والامل عند الله سبحانه وتعالى، يعطيك يعني 90% انها تضرب الشيره من السبه هذا، وكل شيء على الله اكيد. ها بس صورتكم يا عسى بتقولون ما قلت لكم انه موعدكم اللي بصوره، صورت لكم اياه. ها طرزان شيء تبه؟ شو هذا بابا؟ ها ما يخصك فيه انت، متعني مصرف. يلا يلا شو هذا؟ يسال عن حوة وعظامها، ما يخلي شيء ما يتخبر عنه. شو ما شاء الله الورد وزاره هادي تبارك الرحمن. ايه عاد اسبوع النظافه اليوم، اسبوع النظافه. يلا ياركن الله ياركن الله ياركن الله ياركن الله. خف انت ايش علي منت؟ هل بسم الله الرحمن الرحيم. ها مال متى الخبز؟ تعالي اتوا خادمتنا اكل خبز المغربي الفنان. هاي هدى وحده من بنات الشاطرات ما شاء الله عليهم، رقم واحد في الطبخ والشل والحط. وهاي لها سامان ديقة تبقى برز ولا هاي ام الحناية. هاو ار يو، بارك الله فيك هدى، هاو ار يو. اي اسبوع النظافة عاد اليوم، ايه قبل ليه وانت السرو. كلنا النامس، النامس كلنا في الليل يومين، لس مرة قطعني تقطيع على الاساس. ام محمد ابوي استوت عليه هنا اليوم فورمان، ليلة بيس اليوم، غسال وتفريج ودنيا وعلم وخبر. ها العدة كلها مظهورة. هذا ابوي تو جايبنا، ها جاي ابوي هالهدية الفنان. ها هذا انا، ها شو وين حاطيني مرة على الكافة. وهذا يا مرحبا باللي شوها استفسار قرة عيون الدار بعد. الحمد لله على سلامة الوصول. هذا شو مناكي ندورك بقدومك انورت زين. وهذا مجموعة عطورات هدية جايتنا عادة، الحين بخبركم عاد. ها هذه راعية الكرت، هذا ابوي محل اظني مال ترتيب هدايا، فمطرشين هذا الاساس يشوفون العرب دقة خدمتهم كيف. هاي بنية ما شاء الله عليها مجتهدة. وهذا بعد طرست لنا حق ابوي كيكة عزة، وفوق ابوي الخالدي، وياه ابوي ميع الروز والدنيا على ما تشوفون. لا ترى شي اخير، يلا يلا 1 2 3 يلا. ها ها this from Barack Okbesi. شو Barack Okbesi؟ شو Barack Okbesi؟ مشكور يا ام الحناية. from house مبارك القبيسي. بنصلهم thank you. this one from بيت فاطمة ام حاضر. ام حاضر هي يلا يلا 1 2 3 يلا. ها this from Barack Okbesi. شو Barack Okbesi؟
شو؟ مبارك أكبيسي. مشكور يا أم الحناية. From house مبارك القبيسي. بنصلهم. Thank you. This one. From bed. فاطمة. أم حاضر. أم حاضر. هي. From house. بيت فاطمة أم كادر بابا. أم حاضر. أم حاضر. فاطمة أم حاضر. يحافظ على أهل إيران. Thank you. يلا ودي هناك. أقول وهذا يا الله يحفظكم ياي من بيت المهندس حصة بنت أحمد بن عبد الله الخالدي حصة أبوي هاي يوم أقول لك حسين في الشام وجثته في كربلاء حصة في هيوستن واللي يوصلها أبوي بيته تجسمه بين البيوت كلها بيوت خواته وبيوت أخواته من غير إيرانها مشكورة يا بنت أحمد قصر عن الشر ها تعالي شو مسوي اليوم خده شو مسوي هذا طاجين دياي طاجين دياي وها وهذا الخبز المغربي وها الحمد لله وأنا مسوي لي سمتي مشواية وعيش أبيض شكرا ما أسوي يا بابا وجه هذا بعدين كم يوم هذا شهر شهر شوف ركبة هذا بين شوف سهل بين هذا فوق وين وجه هنا هذا أول إيش تشيك أب مال هذا؟ شو تشيك أب أول؟ سورة إيش أول؟ سورة. شو خبر طبيب؟ ما في إيش؟ ما في. أوكي. أنت ألين كله تشيك أب بعدين شوف في في علاج ها؟ أوكي. عبدالله شو اخبار ربيعك المري بالمر المر وين بالمر سرك حال الهاشم يدور عليه يقول له بس بنتلاقى في لندن وما يانا شو عليك الله خدت عنا ابوي خدت عنا انت صورك مرحبا ابو عبدالله عندهم شيء كمباني سر 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 كل الكمباني خالد اخو الكمباني هذا ايه شوفه الوي وي كمباني هذا محمد وتحيات عبد الخالق صدياي محمد عبد الخالق السلام عليك كيف حالك كيف انت ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك السلام عليكم
مساك الله بالخير. مرحبا مرحبا، كيف حالك؟ ديرك يا عبد الله حسين. مرحبا بالورد. ابوي صب لي فنجان قهوه بارك الله فيك. شيخ من رباك على الله، على الله يغفر لك. الله يا ابو محمد، انا شيخ ابن شيخ الله يسلمك. عيال ما شاء الله، احنا كم تمين حمد الله؟ 40 سنه؟ اي والله لو اكثر. 40 سنه نحن مع بعض ما شاء الله. جزاك الله خير، الله يرحمكم ويرحم جميع موتانا موتى المسلمين ان شاء الله. الاول يوم تصيروا تدورونا في ميونخ وين تلقطونا؟ عندك انت خاشنا في الغرفه. الله يرحمك. الله يرحمهم، الله يرحم موتانا ويرحم ابوك وامك ان شاء الله، يرحم جميع المسلمين ان شاء الله. الله يرحمهم ان شاء الله. بيض الله وجهك رعيتك بيضة يا ابو محمد. الله يخليك ان شاء الله حبيبي. نحن احد. ما طاعش الراس زرعوني هذا الهيش خالد زرعوني. ايه دير بنك امارات تبيع الوطني. لا اله الحمد دير بنك. ايه يا رب. سعيد بن محمد بن القطري المزروعي. عاد عمدا عديت اسمه. يا تريف اني اسوي عليه زوم. انا ياسر اصور هالكمبل العود كمبنيه. خالد سلام عليك. مرحبا مرحبا، كيف حالك؟ كيف انت؟ الله يسلمك يحفظك. شفتك انا بس مشغول. الله يحفظك يا الله.
من ساعه وانا مركز عليه مره. الله يحفظكم، جزاكم الله خير، الله يحفظكم. ثلاثة يلا كلكم. انت ايش اسمك؟ هو بيضان جيب واحد اسمه اللي اسمه محمد. جيب قول محمد بابتسامة. وين ابتسامة؟ ايه العدل زي. وانت خليفة؟ خليفة منصور. والله والله مليون مرحبا. وانت شوي شوي اني انطر لك عرج. مرحبا بمنصور. وانت سعيد؟ والله والنعم. تعال صغيروني. وانت حليفكم. السلام عليكم. كيف الحال؟ كيف حالك شيخ؟ مرحبا بك. مرحبا مرحبا. اول مره اشوف حد خوري من عمان. ما كنت عرفت هالموضوع. لازم تزورني. تيكم عيوني. عيوني عيوني. شي بقعكم في عمان؟ اصحار. اصحار مجيس. والله هذا زين. هذا زين ان شاء الله. او بتسوي بعد لقاءات هناك وبتنزل ان شاء الله. هنا ان شاء الله اذا الله جعلنا ان شاء الله. زين زين. مرحبا مرحبا. مشكورين على الزياره. والله ياجركم. جزاكم الله كل خير. سلموا على الخوري اللي في بقعكم كلها. بارك الله فيكم. مشكورين على الزيارة. الله ياجركم إن شاء الله. مرحبا مرحبا. محمد بتلاقين في عمان؟ في عمان في يسمونها هي شناص. شناص هنا بنزرع عندكم الخيار. اي والنعم. هالرجال منو؟ عمران الخوري. والله والنعم. انتو فرع دبي؟ فرع دبي. وهذا تو فرع دبي. والله ما شاء الله. يعني الله يحفظكم. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ما يبقى الكلام وين ساير؟ ساير الجيم ابوي. ما بدي حيله. والله اني ما قيلت اليوم. عاده انا قيل وصرت ابو ظبي. عدينا الواجب ورديت. ولان العياز اللي في الدنيا كلها فيني. وجيت يعان. ولقيت لكم مسوين فندال من هاك الفندال البنفسجي عادي. والطم لك جرن. الحمد لله تجدد النشاط. صرت الحين الجيم بتمرن لي لو ساعه براين اسدد. ما بلازم انا الى احيك حياكه. اكد عمري كد ليهد ان شاء الله حادني ساعه تسدني فوق حقي بعد. والله اني تحريت بلقطه خالي. ترى ابوي ملتج لين عينه. خلق الله ما في اصور حد ينقبني. والله واحد حالك. ربك بخير. علومك تولهن عليك يا ابوي. وهنا ريال غالي انت عنده وتسوى عيونه. سلم عليك. السلام عليك خالد. ايش حالك؟ كيف انت؟ ايش اخبارك؟ الا ما بتينا. ما بينا ظنك. يروم بينا. ما بتينا يومين. تعال انت يا اذربيجان. تعال بيسوي دعايه. تعال باكو. تعال باكو. بلا اجيك باكو. والله بي يومين. بي. والله صدق. بي احنا مع. متى جاي باكو ان شاء الله؟ خبرنا. يعرف باكو بالعباد هنا بيت رياك. نعم. طوير يسميني. اسمي طوير لما انا صغير. ايوه طوير يسلم عليك. وبيت رياك هناك في باكو. كانك متي يومين. هو بي يومين والله. لا لا نعم والله. يا سلام ابو علي طالع. اشكرك. ها يا مرحبا الساعة. لا تروي حد وتقول انك انت. ها ليش؟ هي تتبع عليهم. تريبي الحين تعلم كيف يصورني ويطرش ويقول هذا انا حق البنات. حق البنات بالله عليك. ها شو رايك انت؟ يعني داك انت وين مبارك كان وين قصطح؟
والله